تسبب انفجار الغاز داخل أحد المنازل في حي 20 أوت ببصعدة في المسيلة بإصابة شخصين كانا داخل المنزل أثناء الحادث الذي وقع بسبب تسرب للغاز، حيث خلف الانفجار هلعا وخوفا بسبب شدته وترك خسائر مادية معتبرة في المنزل. التغطية كانت لسفيان قدري. عاودت رجعت طفيت الضوء، هيا كي طفيت الضوء رحت حكمت بلاصتي، شعلت قارو دخان طفيتو، عاودت راح بورطابل تاع صاحبي راح نديرو في لاشارج، ما لحقش راح نديرو لاشارج نشوف النار انا جايتني من تحت الارض. شوي هاك نشاني خطفني صاحبي، خطفني كي ما قدرش شالت النار، قنوط قد كلاطات علينا لداخل، ومن بعد الحمد لله يا ربي هذه والله حاجة أخرى. بدينا نفتح في الباب ما باش تتاحنا والعائلة كومبلي معنا، وبسما قايتين مع بالذراع بات فتحنا الباب، بعد ما حرقنا بات فتح الباب. الربعات الربعة ونص هكذا كانت عندي فويت في الغاز، جيت طفلي شعل في الضوء، كلاطات الدار كومبلي، حرقت كومبلي، الاثاث راح، الدراري المزيه اللي منعتهم انا كسرت عليهم الباب خرجتهم، حوايج اخرى راحت، يعني ما بقى لي والو.